السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنت كطالب توجيهي بفضل الله يعني نجحت، وحابب تعرف تفاصيل حول الجامعات وتخصصاتها، معدلات القبول، سعر الساعة. فهيكون كتير غلب على الطلاب إنهم يروحوا يدوروا بكل جامعة أو يتابعوا نشرات كل جامعة. فموقع وين بيوفر لك كل المعلومات بكبسة زر. طبعا حنكتب على جوجل موقع وين، وبنضغط على اول رابط. زي ما احنا شايفين هذا موقع وين، المطلوب انه احنا نكتب المعدل اللي احنا حصلنا عليه. انا حصلت على نقول مثلا 85%. الان ما هو الفرع؟ مثلا علمي. اي منطقة؟ هل بدي بالضفة الغربية ام بقطاع غزة ام عرض الجميع؟ انا بدي مثلا قطاع غزة. تمام. المنطقة قطاع غزة اخترناها، المدينة جميع مدن قطاع غزة، الجامعة في البداية مثلا أنا بدي أعرف معدل القبول لمعدلي في كل الجامعات. تمام. حابة أحدد مثلا جامعة الأقصى، جامعة الأزهر، بإمكاني أضغط على الأيقونة الخاصة فيه. الدرجة اللي أنا بدي أحصل عليها بكالوريوس. طبعا لو بدك دبلوم بتضغط على دبلوم سنتين. هنا حالة القبول، أنا ببحث عن تخصصات بتقبل المعدل الخاص فيه. تمام. سعر الساعة تقدر هنا تغير المؤشر زي ما بدك. تمام. زي ما لاحظنا هنا يتم حاليا عرض 212 تخصص. زي ما احنا شايفين هي مثلا تعليم اجتماعيات بجامعة غزة، سعر الساعة 10 دنانير، الدرجة طبعا بكالوريوس. هي بنفع كمان رياضيات، فيزياء، انجلش. تمام. هاي كل التخصصات اللي انا بنفع اسجل فيها بالمعدل الخاص فيه. لو انا جبت مثلا 85 كطالب في الفرع العلمي. طبعا طريقة بتختصر الوقت والجهد ورائعة جدا. كل الشكر للقائمين على هذا الموقع. يعطيكم العافية.